مرحبا بكم مرة ثانية، ودلوقتي جه وقت أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة، ومراسلتنا العزيزة هنا أبو القاسم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة هي موجودة دلوقتي. هنا بنصبح عليكي أنا وكريم وكل دلوقتي متابعي 10 الصبح في الأهلي، مستني منك يعني يشوف إيه آخر الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي. اتفضلي يا هنا. يا صباح الخير عليكم يا هواندو يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وهنقل لكم آخر أخبار النادي. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، التجمع هيكون الساعة 4 العصر على أن يبدأ المران في تمام الخامسة مساء، وبعد كده الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة غدا أمام طبعا فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. أمس كان استأنف الفريق تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتس وموسيماني. يعني طبعا قام الفريق بعمل مسحة قبل انطلاق المران، والحقيقة مستر بيتس وموسيماني كان حريص على عقد محاضرة باستخدام تقنية الفيديو مع اللاعبين ليحدثهم عن بعض الأمور الفنية وكمان الخططية قبل مواجهة فريق بيراميدز. النهاردة أيضا هيكون في تدريب، ولو كلمنا عن تدريب أمس أكتر هنقول إن هو كان مبني على تدريبات بدنية خفيفة وتدريبات بالكرة، كل ده طبعا ضمن خطة الاستعداد لمباراة غدا. يعني بنتمنى لفريقنا كل التوفيق، وإن شاء الله يقدر يفوز ويضيف 3 نقاط جدد لنقطه في الدوري. خلونا دلوقتي نروح للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد بيستأنفوا وبيواصلوا تدريباتهم النهاردة، التدريب هيكون الساعة 5 مساء، هيكون تدريب بدني في صالة الجيم هنا بمقر النادي بالجزيرة. يعني طبعا ده كله ضمن الخطة لاستعداد والإعداد البدني للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وخليني أقول لكم أنه الفريق في حالة تركيز كبيرة جدا، عندهم الحقيقة طموح وأمل أن هم أيضا يحققوا السيزن ده سيزن استثنائي زي السيزن اللي فات ويفوزوا بجميع البطولات. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. دي اخبار الفرق الرياضيه. خلونا دلوقتي نروح للاخبار الاجتماعيه. حابه افكر كل مشاهدينا اعضاء النادي الاهلي انه يوم السبت القادم هيكون في ندوه عن تعديل السلوك منظمها طبعا لجنه الطفل. اللجنه هتقوم بيها دكتور نجلاء نادر استشاري واخصائي تعديل سلوك، وايضا هيكون في ورشه عمل للاطفال من 5 سنوات حتى 10 سنوات. يعني طبعا هيكون ايفنت مهم جدا. تعديل السلوك اكيد توبيك مهم وموضوع مهم لجميع الاعضاء، فياريت كل الاعضاء اللي ما سجلوش يتجهوا لاداره العلاقات العامه. الايفنت هيكون يوم السبت القادم بفرع مدينه نصر. ايضا لجنه الشباب بتعلن عن تنظيم ماراثون للدراجات، طبعا ده تماشيا مع خطه الدوله في الاهتمام بالرياضه ومع مبادره دراجتك صحتك. الماراثون هيكون يوم 9/7، التحرك هيكون من الشيخ زايد الساعه 8 الصبح، هتكون عباره عن 5 كيلومترات والعوده مره اخرى للنادي. الحقيقه ان لجنه اللجان بشكل عام وأنشطة اللجان بتشجع على ممارسة الرياضة، وطبعا ده شيء مهم جدا. يعني فياريت كل الأعضاء تشارك في اليوم ده. أيضا أخيرا أيضا خبر ليه علاقة باللجان ولجنة العضوية بالنادي، استقبلت أمس بمقر النادي هنا بالجزيرة عدد كبير من الراغبين في الحصول على عضوية النادي، العضوية العامة أو عضوية الفرعي الشيخ زايد وأيضا فرع التجمع الخامس. والحقيقة أن شهدت إقبال كبير من الراغبين في الحصول على العضوية طبعا بسبب فرع التجمع الخامس، يعني خلاص هو أوشك على افتتاحه، وأيضا بسبب الطفرة الإنشائية الكبيرة اللي مجلس الإدارة الحقيقة مركز إن هو يعملها في النادي الأهلي. يعني ده فيما يخص الأخبار. خلوني كمان يا نهواندو يا كريما أقول لكم الأجواء داخل النادي. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي منذ الساعات المبكرة من اليوم في حالة من النشاط، ويمكن بدأوا في ممارسة الرياضة بالتحديد رياضة المشي في تراك النادي. درجة الحرارة دلوقتي 33، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي. يعني دي كانت جولة في أبرز أخبار النادي الأهلي. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرك جدا أنا وكريم أكيد على هذه التغطية هنا، وإحنا كمان شفنا المشهد ده بشكل حي. تلاقي فعلا الأعضاء بالذات الكبار في السن هم اللي موجودين في الساعات المبكرة يعني، وحريصين جدا على ممارسة الرياضة، فدي حاجة حلوة قوي. يعني الواحد بيتكسف برضو لما بيلاقي حد أكبر منه في السن كتير ودايما مواظب على التمشية وعلى الرياضة. يعني بنتعلم بصراحة من المشاهد دي. شكرا ليك يا هنا.